ذاك هو الإمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، وقد جسد الشيعة مظاهر عاشوراء وتحدوهم نشوة الشكر لله تعالى لتوفيقه إياهم وهدايتهم إلى بر الإمام الحسين عليه السلام، وقد تجلت مظاهر العمل الدؤوب والسعي الحثيث من قبل كل شاب، وهم يرصدون الأيام التي تسبق حلول شهر محرم ليتم نصب الهياكل والأساسات للتكايا الحسينية، بما يشتمل ذلك من اختيار الموقع الملائم لها وتجهيزها بكافة المستلزمات التي يحتاجون إليها وتوشيحها بالسواد الذي يشير إلى مظاهر الحداد العامة. وتبدو بوضوح ملامح الحماس والعمل الجاد على وجوه هؤلاء الشباب، فهم يدركون معنى كل مضمون يرسونه إلى جانب تحليل الدعائم الأساسية لكل تكية يقومون بنصبها، فهم بين من يسوي أرضيتها لتثبيت عواميدها الأساسية، وبين من يعتلي إحدى المصطبات، وآخر يؤسس اللوازم والمعدات والأسلاك الكهربائية والمصابيح لتجهيز التكية بها. فقد رصدت كاميرتنا همة هذه السواعد، فسألناهم عن معنى هذه النشاطات ومنذ متى بدأت استعداداتهم لإحياء مراسم عاشوراء، فأجاب أحد الشباب قائلا: يعني بلشنا بالتكية هنا صانة تقريبا 9 أيام و10 أيام بلشنا. والله يعني خلال هاي الفترة الأخيرة الاستعدادات والله صار حوالي بالأسبوعين يعني 15 يوم 13 يوم. والله هو إن شاء الله ما بيتأثر، لأنه كل شيء في سبيل الله لاسم الحسين ما بيتأثر على أرزاقنا وعلينا، ماكو إن شاء الله. والله إن شاء الله ما تأثر، لأنه إن شاء الله خير أبا عبد الله ما يوقف على ذني كم يوم، وإحنا مستعدين للحسين قد ننطي عمرنا هم قليل بحق أبا عبد الله. ويعني عادي ترى تقول 15 يوم ولا هاي، حتى لو تقول شهر أو شهرين ماكو مشكلة، لأنه هو سبحانه وتعالى سهل الأمور إن شاء الله علينا، لأنه أنت جايب درب صحيح ودرب أبا عبد الله، فما أعتقد راح يفرغ جيبك من المادة أو تحتاج الشخص. الله يشوف، خلي أقول لك اللي يعطي دينار للحسين يرجع له 100، اللي يعطي دينار للحسين يرجع له 100 وجوز أكثر، هم يضاعف عليه أكثر. كما ويمكن ملاحظة الجهد الفردي الذي اطلع به كل شاب ليمتهن دوره أينما حل ونزل، فها هو ذا يجهز قدور الطبخ التي ترصد جنبا إلى جنب وتمتد إلى مسافات طويلة، وإعداد الحطب والوقود اللازم لها، إضافة إلى إعداد أصناف الطعام الأخرى بكميات تكفي لإطعام الزوار. وقد يتم أحياناً نقل الطعام بعربات النقل إلى مناطق تواجد الزوار وتفريغها إليهم. وقد لا ينسى الشباب الحسيني أن يتوسم بالزي الحسيني العاشورائي، فتارة يرتدي الملابس السوداء وأخرى يتمنطق ويتحزم بالقماش عند وسطه ليفهمك عن عمله، لترمز كل هذه المظاهر إلى شعائر متعاهدة ومتوارثة عند أهل العراق، وهي مراسم شهر عاشوراء. وتتواصل الخدمة في المواكب إلى وقت متأخر من الليل، فقد رصدت عدستنا أيضا ذلك الشاب المرابط خلف مواقد إعداد الشاي، وكذلك إعداد أقداح الشاي التي تعد بالعشرات والتي يفوح بخارها بعطر حبات الهيل الذي يملأ شذاه أجواء المكان. ولا يتوقف الأمر على هذا،
بل تنطلق تلك المجاميع الشبابية لتعبر عن مدى ولائها للإمام الحسين عليه السلام ونهضته الخالدة، بما يشمل ذلك من مواكب التعازي والتشابيه التي ينهض بمسؤوليتها شباب الحسين عليه السلام الواعي، وهم يندرجون ما بين صفوف اللطم ومسيرات العزاء المتنوعة ومواكب الزنجيل، فهم بين من يقرع الطبول وينفخ الأبواق حتى تحين صبيحة يوم العاشر من محرم الحرام، فينطلق هؤلاء الشباب في موكب واحد وصرخة واحدة هاتفين: إن من المستحيل لأي مستطرق زائر قد يرى هذه المشاهد ولا يلمس معالم التدخل السماوي الإعجازي المتجلي في تلك المظاهر التي تبعث على التأثر والتأمل ملياً بأحداث ودروس واقعة الطف. وإبان موعد 20 من صفر لكل عام تنطلق تلك الحشود المليونية من كافة أنحاء العراق باتجاه كربلاء سيراً على الأقدام للتعبير عن المواساة للإمام الحسين والعقيلة زينب عليها السلام، فتنتشر المواكب الحسينية على طول الطريق المؤدية إلى كربلاء، كما وينتشر على طول الطريق أيضاً المفارز والمراكز الطبية والتي يعمل فيها الكثير من المتطوعين من الشباب إلى جانب الكوادر الطبية المتخصصة لتوفير كافة الخدمات الطبية ومستلزمات العلاج الضرورية. فقد سألنا بعض هؤلاء الشباب عن سبب وجودهم في هذه المفارز فأجابوا: احنا مجندين كل جهودنا وبتعاون مع دار صحة كربلاء وبقية الأخوة بالمواكب لخدمة زوار الإمام الحسين، وهذا ديدا أهالي كربلاء منذ زمن قديم في تقديم خدمات للتداول والتشنج والخدمات الإسعافات الأولية. وتستمر هذه الشعائر التي يؤديها الشاب الحسيني حتى موعد 20 من صفر، فتخرج حشود الشباب في شتى مظاهر العزاء من اللطم والزنجيل، فلا تمضي أيام محرم وصفر إلا وتفيض على الشباب بكافة العطايا والثواب، فمع كل الحزن الذي يعبر عنه شهري محرم وصفر، فهما كريمين على المحبين لآل البيت عليهم السلام.